مرحبا بنات، أهلا فيكم في اليوم السابع من رمضان. لا اليوم شغلت المرطب قبل ما أنام، الحمد لله اليوم صحيت حسيت ما في جفاف، جيوبي الأنفية ممتازة لأنه أمس نظفت البيت وكذا، أحس مرة تعبت ونمت بعمق. حبيبتي أنا حبيبتي، شوفوا كيف لما تشوفني على طول تطلع فوق، يعني حطي لي أكل. طيب يا قمر، طيب الحين احط لك اكل يا قمر. ما شاء الله شوفوا هذا ب15 ريال، مدري ب10 ريال، وما شاء الله تخيلوا كم معايا، يمكن 4 شهور ولا 5 شهور بس هذا الاستخدام. طبعا اللي عندهم احواض سمك مرة كبيرة اتوقع يخلص بدري كذا مثلا بشهرين، بس للي عندهم سمكة واحدة زيي ما تفرق معاهم. يا ربي بالعافية بالعافية بالعافية. يعني زي ما شفتوا أمس حطيت أهداف لليوم، إيش راح أسوي اليوم وزي كذا. فأول هدف لي من اليوم إنه أعلق الزينات حقت رمضان عشان نحس برمضان. رمضان إذا فاكرين السنة اللي فاتت كنت حاطة كذا حاجات حلوة، كنت حاطة هنا فوانيس في الطاولة، كنت حاطة فوانيس. فالحين برجع أرتب الصالة لأنها خربتها من أمس، برجع أرتب الصالة من أول وجديد وبحط الزينات. هذه طبعا عندي من السنة اللي فاتت، للي متابعين فلوقاتي من السنة اللي فاتت اكيد شافوها 20 ما حافظة عليها من السنة اللي فاتت زي ما هي، ما تغيرت ولا تقطعت ولا شيء، اخذتها من ايكيا حلوة مرة لتحت الاطباق، فراح احطها الحين كذا او لا احطها كذا عشان استعد، خليها في النص وعليها الفانوس. طاولة الطعام مرة مهمة ان الواحد ياكل عليها، خصوصا لما تكون بعيدة عن التلفزيون. ليش؟ لأنه يخليك تضطر إنك تسولفين مع الشخص اللي قدامك، خصوصا لو هذا الشخص اللي قدامك أصلا ما يسولف معك، أو إنه مثلا ما تشوفينه إلا بالنادر يعني، أو وقت مرة ضئيل في اليوم. فهذا الوقت مرة فرصة، أو طاولة الطعام راح تكون فرصة مرة حلوة بإنه يكون في وقت انت جالسة تسولفين مع هذا الشخص، سواء مثلا زوجك، اهلك، او مثلا انت عائلة يعني كبيرة، يعني عندك عيال، في حول الطاولة، في وقت الفطور يكون في سواليف، فاهمين؟ تتقابلون على الاقل تسولفون. لكن انا ورامي تسولف اغلب الوقت. طاولة الطعام بالنسبة لي انا ورامي تشكل لنا ازمة لانه ما فيها تلفزيون. الوقت اللي انا ورامي ما نحب نسولف فيه هو وقت الاكل، هو وقت لما نبغى ننسجم في الاكل ومسلسل او فيلم، نطالع فيلم. ان شاء الله باذن الله لما يعني نغير بيتنا راح احاول اركز في هذا النقطه، بانه تكون طاوله الطعام على الاقل في الصاله قريبه من التلفزيون، التلفزيون وناكل على هذه الطاوله. هي طاوله قهوه اصلا، ما هي طاوله اكل يعني. اوكي هذه معي من 3 سنين تقريبا، لكن شوفوا ذا انكسر بس مو مشكله، انا اصلا ما راح اقعد اشيله، خلي زي كذا. فهذا الصغير راح اخليه على طاوله الطعام، وهذا راح احطه جنب التلفزيون، وده راح احطه هنا زي كذا. حطيت هذا هنا، الفانوس الثاني زي كذا. جبت اللمبات اللي راح احطها حوالين التلفزيون ولصق، راح ابدا الصقهم الحين على الحواف. راح اشيل هذه، هذه كنت حطتها للايام العاديه اذا كنت ابغى اتفرج في فيلم انا ورامي كذا، كانت مرة حلوة بس خلصت البطارية حقتها فراح اشيلها خلاص. يا سلام والله مرة فرق الشكل، شوفوا قديش اللمبات بس تفرق في الشكل. الله الله الله، ها عشان ما استخلص عطر البيت. الأهداف اللي ما قلت لكم عليها، قصدي اللي قلت لكم أمس إنه في أهداف أبغى أحققها، إنه رايحين ندور شقق. إيش؟ نسويها كل سنة، ما عندنا حياة، ما نعرف الاستقرار، رحالة. نحب احنا اصلا التنقل، روعه، مو متعب، ما يتعب نفسيا ولا جسديا ولا ماليا ابدا، روعه روعه. القمر حلو، شايفيني فوق. لا يلا اول شقه،
زي شو اسمه اللي ما احنا بقالي ايوه يعني يعني ربي يا ربي يا الله يا ليت يا رامي يا ليت والله لو انها حلوه كان اوكي على طول ديل على طول يا بس طبع. ما في مروش والمطبخ ما في محل الفرن المطبخ ما او في الفرن بس ما في الثلاجه يعني انت الواحد لازم يختار حاجه واحده يحطها ايوه يا تحطين فرن يا تحطين ثلاجه بس او يمكن الثلاجه يحطونها في الصاله ما نفهم الفكره صراحه ما ادري او ما يستخدمون ثلاجه ما ادري او ما الثلاجه الصغيره ذي عرفتيها حقت الفنادق رامي والله ما اعرف بس مشروبات وش اسمه بيبسي وبطاطس يا اكس اكس بصراحه انا من الحين جاني الرعب حق ذاك اليوم ذاك تذكر يمكن ندور شقق قبل سنتين رجع لي نفس الشعور الرعب انا قلت هذه عشانها حتى مليك اكيد تعبين عليها ومسوين ومزبطين طلع انه ما سووا ولا حاجه زي الشقق العاديه ذي التجاريه المخيسه يعني حتى مو التجاري الحلو التجاري اللي تروح فيه سنه واحده وتطلع بس ما تقعد وين طولت يعني سنتين ويا الله يعطيك العافيه يعني كذا طولت قلق رجع لي نفس القلق النفسي نفس القلق افرض ما لقينا شيء ايش نسوي؟ لا تسكي يعني قلت لك انا مستعد اروح محل جهه ثانيه يعني وبس هذه لها الافضليه الاولويه عشان الاشياء اللي احنا متفقين عليها من اول. هنا؟ قال لك صوريها؟ عشان نتاكد من اللوكيشن يعني. ماني فاهم تماما. تعب والله. نشوفها. بعدين